مدحت رجع عبي صابون وغسل الفورد هلا على السريع. هلا هذيك الواقفه هونيك بخشانه؟ ايه معلم. بعت لك معلم هون ولا هيدا؟ لا عيط لي عادي بس قدام الشباب يعني احسن يقولوا يعني. ايه عيط لي اضبط معلم. ليك جابي؟ ايه معلم. انا كثير مبسوط منك انه عم تشتغل بالترمبة هون. ايه بس هو واقف. نعم؟ هو واقف واقف. شو الواقف؟ الشغل واقف، قفش هالسيارات عم بيعبوا كثير. هلا بصير يجي هلا بيجي. مبسوط منك كثير يعني؟ انا مبسوط منك بس انا ما يكون بيك عارف انك انت هون بالترمبة عم تشتغل. هيدل هيدل هو بيي قال لي روح اشتغل. قال لي صرت قد الكبير قد الجحش. قال لي روح اشتغل صرت كبير. بعده هلا عم يدفع لي مصريات وبعده هلا عم يعمل لي خارجيه. قال لي روح اشتغل يعني طمن بالك ما راح يقول لك شيء ولا راح يعمل لك شيء. ما يعمل لي وجع راس انه ابني عم تشغل لي بالترمبة. لا وحياتك هو قال لي روح اشتغل ما في اي وحياتك ما في اي مشكله بس انا بدي اشوف مشكلتي عادل. خير تفضل. بتعرف مشكلتي عادل؟ تفضل. شو عم تنعي؟ دومينيك. شو بها؟ دومينيك ما هي هلا اجى عريس. صاحبتك دومينيك جاي؟ ايه اجى عريس كبير معه مصاري مليان كثير. ايش؟ اسمه جورج. والله؟ جورج وجان هن اخوه. جورج وجان؟ جورج وجان تعرفوا على دومينيك وصاحبتها امل كانوا بين امريكا وبين فرنسا عم بيكزروا. اجى جورج وجان تعرفوا عليهم بالمطعم. جورج بتعرفوا هذا بيمثل جورج كلوني سمع فيه؟ بتعرف غيره يا زلمه؟ جورج كلوني؟ جورج كلوني مش كثير شاطر يعني هيك ادوار سنويه يعني. ادوار سنويه؟ ايه ضرب عينه على دومينيك اول ضرب عينه على دومينيك ضرب عينه على دومينيك اول مره وثاني مره تورمت عينه صارت عم ينزل ضرب عينه عليها هي ما كان ما لها كسر. قالت له انا عندي جيبه بالدنيا. ايه قال له بفرش لك ذهب حرير الارض بنزل لك سيارات عنده طيار عنده طياره خاص عنده جزر. قال له بعطيك جزيرتين ثلاثه ابدي شيء هون. ايه اول ما عرفوا انه لبناني قالوا لبنانيز خوت. لبنانيز قالوا ايه؟ قالوا يعني اكبر صحن حمص واكبر صحن حمص. ايه صار بده يضرب عينه عليها بالاخر ملك شتوس ام ضرب عينه على امل صاحبته. عامل؟ ايه اجى خيو جورج قال له بياخذ اختي سلفتي فكرون اخوه هو اياها. خيو جان. خيو جان. ايه؟ قال له يا جورج بياخذون اختي سلفتي انا وياك. قال له هدول مش اخوه. ام جورج ام جورج ما حبيتهاش للعروس. لمين؟ ام جورج كانت معه. ايه حبيتهاش للعروس قالت له هيدي واقعه كثير هيئتها ونمروده. ايه المهم هلا اذا فوتها فوتها. اذا دومينيك عرفتني عم بشغل هون واذا انا ضربت عين على شو وحده هون حبيتها بتروح دومينيك يعني بكون طيرت لها مستقبلها وانا ضربت عين على شو وحده تزوجتها عندي مشكلة يعني. ما تخاف ما تخاف ما راح تضرب عينك هلا هون شغل بركي شو وحده من اول الشقر غير الشكل هيك واكل لي لحظه لحظه استاذ روح عبي له بنزين اكل يا اشتاليت يا عادل هيك بلشنا يا جابي يا اخي ولا مره يا عادل روح عبي له بنزين للاستاذ طيب يا عجري فوكس على الاستاذ ما اطلعش فيها لانه يا اعين يا اعين فوت الفور يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا بالاستاذ اكل يا اشتاليتا وصل الحلو لعنا لهون وصل الحلو لعنا لهون حط لنا بنزين ايه بنزين شو بتحط لك بنزود لكين اهلا اهلا تفضلي نضيفك شيء مدام لا ميرسي كلك ذوق في عنا جليب في عنا بيبونش لا بس إيه. شوب اذا معجله شوي إيه. حط بنزين بدي احط بنزين استاذ شو بدك اياها عادي ولا اكسترا شو عادي ولا اكسترا يعني في عندك 95 في عندك 98 اوكتان اه والله ايه وهلا جايينا 69 اوكتان هذا كثير كثير سبيشاليتي تبعيتنا شو 69 هذا ما سامع فيه 69 اوكتان مش سامع فيه اتلي اشتالي تا يا هيدل حط 95 حط 95 95 تكرم عينك قديش بعبي لك استاذ 50000 فيك تلز شوي على جنب لانه تيقدر يوصل النبريج لانه هو طويل بس على لما بدك اوعه هون بصير مكعوم كعم معلم ما بقدر فوته مزبوط بدك تقرب شوي تلز اكثر معلم ممكن نعم حط بنزين هون 50000 95 عم فكر نلز شوي اكثر ايه حط. اهلا وسهلا فيك نوال اهلا فيك عندك ايه هونيك شو ويش اللي فيه انتبه اذا حامي اذا حامي وبده يكب كب فرد مره يمكن يتهب عبي بنزين حاجه تكب كب اذا حامي بننطر تنبردها شوي شو هي السياره حامي شوي اه سياره فينا نبردها لانه بيدفق دفق هلا بعد شوي لهيك هون فوتوا حطوا هون استاذ انت بيضاتك رايحين بالمره نهائيا شو هن بيضاتك بالمره رايحين هلا فيها طقطه انت وفايت سمعت عم بطقطق كلها البيضات كلهم رايحين وجنزير الصدر اذا فينا عندك صدر وعندك جنزير الصدر بجنن هودي شو انت بلا مخ انت لا غير لحظه لحظه ايه روكوز ها معلم روكوز مسافر معلم روكوز مسافر إيه؟ مين مسؤول عنك هون بالمحطه استاذ عادل بعت لي ورا استاذ عادل بعت لي ورا استاذ عادل عملت لي مشكل يا استاذ عادل نعم ما ادري شو بده الاستاذ عم انت عادل نعم انت المسؤول عنه هون نعم عم بقول لك لهون
كم مرة صرت قايل له لروكوز ما يبقى يشغل ناس بلا مربى هون؟ شو ما بيفهم؟ صار عليك شو عملت له؟ أنا شو عملت يا عيدل؟ أنت شو اسمك؟ أنا اسمي جيبي. أنت بكرة حسابك بس يرجع المعلم روكوز. بتعرف شو عملت يا عيدل؟ شو عملت؟ عملت لي مشكل يا عيدل. أنت عملت لي مشكل يا بخشاني.